السلام عليكم. اليوم موضوعنا عن الدنتال بريج او الفيس بروستيسيس. اول شيء، ما هو الدنتال بريج؟ دنتال بريج هو طريقة شائعة لاستبدال سن واحد او اكثر من الاسنان المفقودة بالاستناد على الاسنان السليمة، والتي تسمى ابارمنت تيث. اما الكاب اللي تغطي الاسنان السليمة راح نسميها ريتينر، والبريج بونتيك راح يحل محل السن المفقود. عندنا اربع خطوات لصنع الدنتال بريج. بريج بريبريشن، نسوي preparation للأسنان السليمة على الجانبين ضمن قياسات معينة. impression، راح ناخذ طبعة على الأبر واللور جو حتى نحصل على fine details لصنع الجسر. temporary bridge fabrication، راح نخلي جسر مؤقت للأسنان بينما نصنع الجسر الدائمي. cementation of permanent bridge، بعدها نثبت البيرمننت بريدج في فم المريض ونفحص الاطباق اذا كان مريح للمريض او لا. دنتال بريدج يصنع بعدة انواع، منها البيس ميتال الويز، جولد الويز، البورسلين والبورسلين فيوزد ميتال. كان معكم الطالب احمد محمد مشعل، شكرا على المشاهدة، مع السلامة.